تحيه سلطان يا اخوت، مرحبا بكم في هذا اللايف هذا ولا في هذا الفيديو هذا. ونفت ندير اللايفات، بغيت نهضر على واحد الخبر يعني يدور يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال يعني عده منابر اعلاميه، منها الزنقة 20 قال لك تقول الاذاعه الاسرائيليه بان المغرب سيقتدي بالامارات وسيبرم اتفاقيه السلام مع اسرائيل. وجاء في هذا الخبر هذا ان القناه الاسرائيليه 24 نقلا عن جهات في الاداره الامريكيه ان المغرب قالت لهم بان المغرب قد يكون من بين الدول العربيه، اولا المغرب ماشي دوله عربيه، دوله امازيغيه، بين الدول العربيه القادمه التي ستطبع علاقتها مع اسرائيل. وسيدي ان الاداره المغربيه عن طريق الحموشي وعن طريق يعني الجهات الرسميه في المغرب قالت يعني اخبارات الاذاعه الاسرائيليه ان المغرب سيكون ضمن البلدان العربيه التي ستطبع علاقتها مع اسرائيل بسبب وجود بنيه تحتيه للعلاقات مع اسرائيل من حيث وجود السياحه والتجاره وحمايه الجاليه اليهوديه في المنطقه. او اللي يعد ما محتاجينش حمايه في المغرب، راه يعيشوا مع الشعب، فهمتيني؟ يعني الشعب المغربي للشعب الامازيغي ما عنده حتى شي كره تجاه اخواننا اليهود. اول حاجه هذه حاجه يعني ما ديروش بالكم، نتوما اللي تتحميو الناس، نتوما اللي تتحميو الحقوق ديال الاقل، ما تتحميو لا حقوق ديال الاقليه الدينيه لا حتى شي حاجه. اللي غير يعني الدين ديالو في المغرب راه السجن، راه كاين يعني حسب يعني الدستور المغربي. ما تقعد تقول لي بانكم نتوما تتحميو يعني اليهود المغاربة أو اليهود الأمازيغ. أولا أنا بغيت نخرج من هذا الموضوع هذا، أولا بغيت نهضر أنا في هذا الموضوع هذا من واحد الجانب آخر، هذه المسألة ديال تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. هي بعض المعلومات ما تعرفوهاش بزاف ديال المغاربة، بأن أصلا العلاقة ما بين إسرائيل والمغرب علاقة يعني حميمية، فهمتي؟ ما كاين والو، لأن المخزن نظام مخزني محتاج يعني اسرائيل محتاجه في الظرفيه اللي تعيش فيها دابا، لانه هم يعني معزول، عنده علاقات خايبه مع الجزائر، يعني ما عنده علاقات ولا خايبه مع الجزائر ولا حتى مع اسبانيا، يعني ولا هو معزول يعني ولا فهاديك سميتو فهاديك الجغرافيه ديالو حد الصحراء الغربيه، هذيك الجغرافيه ديالو ولا معزول تما ولا بوحدو، محتاج يعني ربما يقد يطبع يعني العلاقة ديالو مع إسرائيل. ولكن أنا ما نظنش يعني مباشرة، ما نظنش، واخا كاينة هناك هضرة وهاداك الشيء ما نظنش، فهمتي؟ راه كاينة غيخرجوا ليه الإسلاميين في الشارع، غيخرجوا ليه اليساريين، غيخرجوا ليه بزاف ديال المنظمات الحقوقية، غادي يديروا ليه الربال. المخزن ما محتاجش هادشي هذا في الظرفية، ويقد المخزن يستغل يعني كورونا، جائحة كورونا، لانه هو مزيانه ليه الصراحه، لانه دابا يعني الاقتصاد عنده مفعفع كما تنقولوا، الاقتصاد في المغرب مفعفع، فهمتي؟ الاقتصاد طايح، الدوله جات فهمتيني غادا دير فايت. ياك دار المغرب نفس الاجراءات اللي دارتها اوروبا، ياك اللي دارتها اسبانيا ولا اللي دارتها الجزائر، نقارنوا حنا مع الجزائر ما نقارنوا حتى شي دوله اخرى، نفس الاجراءات اللي دارها المغرب دارتها الجزائر. سيدي الجزائر نجحات في السيطرة على انتشار يعني بؤر ديال البؤر ديال الفيروس ديال كورونا، سيطرات عليها، ولاو تيفتحوا يعني المساجد ويفتحوا يعني الشواطئ ويفتحوا يعني الأماكن العامة، بينما المغرب لا، المغرب خدا نفس الإجراءات اللي دارتها الجزائر، واخا الجزائر نجحات يعني في هاد الأزمة ديال كورونا. وكاين بنادم اللي يجي يقول كيفاش جاب كورونا العلاقات مع إسرائيل، ولكن أنا نجي لك علاش أنا جبت هاد القضية ديال جائحة كورونا علاش غادي يستغل المخزن هو في مصلحته يتزادوا عدد الحالات، فهمتي؟ من مصلحته يتزادوا عدد الحالات، لان يعني كنت انا قلت لكم في الفيديو شحال هذه في واحد الفيديو في الصحه ديالي اللي غلقوها اعداء يعني حريه التعبير، قلت لكم بان المخزن غادي يسعى بكم نتوما كمغاربه، غادي يسعى بكم. دابا راه تيدير فايت يعني، فهمتي؟ الفلوس غادا تتنقص يعني، الشركات عرفتي شحال من شركه يعني مقاولات صغرى يعني سدات في المغرب، شحال من شركه داروا فايت، شحال من ملياردير خسر الملايين، يعني الدوله تعيش واحد الحاله ديال الاستنزاف يعني اقتصاديه. شنو خصها المساعدات،
وتقول لي لا راه الدوله عندها الفلوس راه عاد صيفطات مساعده سميتها لبيروت يعني في هذا الانفجار اللي وقع يعني في ميناء بيروت صيفطات يعني 20 طائره محمله للمساعدات ومساعده طبيه وكل شيء بل حتى يعني مستشفيات. تقول لي لا راه كاينه لا ما كاينش الفلوس اخويا ما كاينش الفلوس المغرب داير فايض تيدير فايض خص ضروري المخزن خصو يتشبث بهاد الكورونا هادي حاليا حتى تدوز الازمه ولا يشوف حتى الحلفاء ديالو اللي تيعاونو هادي يخرجوا من الازمه ديالهم باش يقدو يعاونو ربما يقد هو يمشي على انا المخزن هذا حقير ما عندوش يعني المخزن ما عندوش ضمير فهمتي ما عندوش ضمير اي حاجه تيقولها ليه دماغه تيديرها اي حاجه تخدم المصلحه ديالو تيديرها فهمتي واخا تكون يعني مصلحه ضيقه جدا غادي يديرها باش يدوز واش نتوما في نظركم يعني واش المخزن اللي تعامل الشعب المغربي بحال الحمير وبحال يعني كما تسميهم الحشرات تيفط عليهم وقت ما بغى يبول عليهم وقت ما بغى يخرع عليهم وقت ما بغى يزلطهم وقت ما بغى فهمتي هذا هو المخزن تي تنتظر نشوف من هذا الكائن هذا اللي مجرد يعني من الانسانيه من كل شيء تنتظر هو انه تكون عنده واحد الاهتمام بالحفاظ على يعني الحياه ديال المواطن المغربي والعكس هو باغي يكون ناقص ما كاش يعني نص ولا كاع جميع هذوك الناس اللي شادين الشوايد العليا يموتوا بكورونا راه ما كاش راه تلقاو تيصليو المخازنيه وتيدعيو لهذا الشيء هذا تنظر انا المخزن العميق هاد جائحة كورونا على جنب بتاع الموضوع ديال كورونا يقد المخزن يستغله فهمتيني يستغل الظرفية ديال كورونا ويعلن على تطوير العلاقة مع إسرائيل كما دارت الإمارات لأن يعني حتى الإمارات ما يقدش بنادم ما يخرج يحتاج يقول له علاش وهادي ما يمكنش فهمتي كاين واحد الجائحة كورونا الدولة يعني فارضة يعني السلطة ديالها فهمتي بالقوة فهمتي حتى في أوروبا تتحس بهذا الشيء هذا والناس طرحوا أسئلة ديال مثلا غير المسألة ديال الماسك فهمتيني انا بنادم يدير ماسك ضروري فيما يمشى خصوصا في الترونسبور يعني بداو الناس يطرحوا هذاك السؤال ديال واش الدوله من حقها انها تفرض تفرض على المواطنين انهم يلبسوا الماسك فهمتي وكاين الناس اللي داروا واحد النداء ديال انهم يخرجوا للشارع ويحتجوا على المساله هذه وهذه الشعوب الحيه يعني ماشي الشعوب ديال العبيد والرعايا ديال سيدهم محمد السادس علاش كما قلت لكم انا المغربي قد يطبع العلاقه ديالو مع اسرائيل لان دابا كاين هاد الجائحه هادي قد يفرض واقع اخر ويقدر يستغلها ويقدر يزيد في عدد الحالات ديال كورونا باش انه يدوز هذا القرار هذا باش انه يفرض على الناس اللي بغات تخرج للشارع مثلا تحتاج هذا القرار هذا يفرض عليهم الامر الواقع لان كاين واحد الجائحه ولازم هو يستعمل يعني القوه المفرطه وهذا الشيء هذا ما واخا تخرج بعد الانتهاكات وهذه وهذه غادي يبقى في الاخر عنده التفسير ديال الحفاظ على حياه المواطنين باش نكملوا سمعوا لي الكاميرا يعني تسال يعني كارت ميموري فول يعني عمرات لي الكارت ميموار باش نكمل المساله ديال كما قلت لكم يقد يطلب هذا الحق ولكن انا تنشوف مساله اخرى هي ان يقد يكون احسن حاجه يقد الا كان المخزن تيفكر بعيد انه فاش يجي هذا الحسن الثالث قليليشه هو اللي ياخذ هذا القرار هذا هو اللي بهذا القرار هذا غادي يدخل يعني المستنقع ديال السياسه الدوليه وكذا ويبني علاقات قويه بالنسبه لي باش يزيد يقوي الدوله لان ضعيفه الدوله حاليا يعني بحال تقول حتى شي بيضات قيزه تهرس تشتت وحاجه اخرى ان العلاقه ان اول حاجه اسرائيل هي اللي حاضيه السماء ديال المغرب فهمتيني اسرائيل هي اللي حاضيه السماء ديال المغرب فهمتي راه مؤخرا الملك خدا ثلاثه ديال الطائرات بدون طياره من اسرائيل نزيد نعطيكم انا معلومات على هذه القضيه هذه الطائرات هذه تطير تجمع يعني معلومات فهمتيني تطير في جهه ديال الصحراء ولا في الحدود الشرقيه ديال المغرب فهمتيني وتتسكاني كل شيء وتتشوف فهمتيني هذه المعلومات هذه تلتقطها يعني الموساد هما الاولين يعني اسرائيل هي اللي تتوصل لي فوتو لي فيديو ديال كل شيء يعني التقارير تتوصل لاسرائيل قبل ما توصل للمغرب علاش لان تركيا باش نفسر لكم واحد القضيه تركيا كانت خدات
ما كانش الولايات المتحدة بغات تبيع يعني لتركيا طائرات بدون طيار فهمتيني درونز. شنو داروا؟ مشى تركيا دارت صفقة يعني بشحال ديال ملايين ديال الدولارات، شرات يعني طائرات بدون طيار من إسرائيل وفجبهم لتركيا. تركيا تستعملهم يعني باش أنها تستهدف بهم يعني البيكاكا اللي تيهددوا يعني اللي تيهددوا يعني الأمن التركي في الشمال من شمال سوريا والعراق وهذي فهمتي. الطائرات هذو استعملتهم تركيا باش تجمع يعني بعض التقارير فهمتي، تعرف فين تيتحركوا هاد البيكيكي وهادشي. رانا خو رانا سيدي هاد الطائرات هادي اكتشفت تركيا بان الطائره الدرون اللي شراوه من اسرائيل يقد يكونوا هاد المعلومات اللي تجمعهم الطائره فهمتيني، توصلوا يعني للموصل الاسرائيلي ولا توصلوا يعني لدوله اسرائيل. وناض سيدي حتى الصيانه ديال الطائرات، الا خسرات الطياره هذه ولا وقع عليها شي حاجه الصيانه ديالها يعني مكلفه جدا فهمتيني، ويعني الصيانه ديالها تتطلب يعني تقريبا عام ديال الخدمه. كما قلنا هاد الصيانه ديال الطائرات هذه تقد تحتاج يعني عام كامل باش تصاوب فهمتي، وخص يجيو يعني مهندسين من اسرائيل باش يصاوبوا يعني الطائره يعني مكلفه جدا. في الاخر شنو دارت تركيا؟ يعني قالت لهم جماعه فما بغيتش انا هاد الشيء هذا، مع تركيا بنات وصنعات يعني طائرات بدون طيار ديالها هي تتحكم بها هي فهمتيني. التحكم ديال الطائره صناعه طياره صناعه تركيا، تحكم صناعه تركيه، الاجهزه الالكترونيه تحكم صناعه تركيه، يعني البرمجه صناعه تركيه، كل شيء دارته هي. علاش؟ حاجه وحده، لان هاد الدرون الاسرائيليه ماشي هي ماشي درون عاديه، هاد الدرون الاسرائيليه هذه تتجسس على الدول، يعني تتجسس وتتاخذ يعني معلومات يعني تضرب يعني في السياده ديال الدول، معلومات يعني خطيره جدا تتشد تتحصل عليها الطائره هذه، وهذه تتوصل يعني لفين؟ تتوصل يعني الاجهزه التحكم عرفتي فين؟ في اسرائيل هي الاولى عاد باش تدوز للمغرب وقيله، واخا نفس المعلومه تدوز للمغرب ولكن من حق المغرب تكون عنده ديك المعلومه، ولكن علاش غتوصل لاسرائيل؟ فهمتي؟ هذا هو المشكل. يعني السماء ديال المغرب اللي تيحافظ على الامن في السماء ديال المغرب حاليا هما الدرونز الاسرائيليين، وحتى ذاك القمر الصناعي اللي شراه محمد 6-5 رمات سمى محمد السادس، هذاك القمر الصناعي اللي تيشبه القلم هذاك حتى هي واخا عندهم يعني الاجهزه التحكم كاينه في المغرب، حتى فرنسا تتوصل يعني تتوصل زعما جميع المعطيات تتوصل. يعني دابا اسرائيل ما غدا لا بغات تجتاح المغرب تجتاحوا يعني في ظرف 3 سوايع ربما ولا 4 سوايع فهمتي. دابا حتى المخزن الا قدم تنازلات اسرائيل راه بزز منه، لانه هو عطى يعني اكثر اللي تيقول لك هما احسن جهات استخبارات في العالم، وتبينوا يعني القوه ديالهم غير على الصحفيين وعلى النشطاء وعلى الناس اللي تتفضح يعني الفساد داخل الدوله، واخا ما تتقيش يعني الاجهزه الامنيه ما تتهضرش عليها بزاف فهمتي. رغم ذلك تعتبرهم الدوله يعني اعداء ديالها، ولكن في نفس الوقت هاد الحموشي هادو الاجهزه ديال المخابرات العسكريه ولا كلهم فاشلين، عاطين يعني السماء المغرب لاسرائيل صافي، ما عندهم لا سياده لا والو، ما بقاش يقول لكم المغرب دوله سياديه. كون كانت دوله سياديه ماشي فاش دورت لهم فرنسا قالت لهم تصيفطوا المساعدات للبنان بوم طارو الغد لي طارو ماكرون كان نهار واحد الغد لي وصلت مساعدات المغرب دقه واحده، تسحبوا مساله عاديه وصلت المساعدات المغرب للبنان للبيروت؟ لا راه ماشي مساله عاديه، راه فرنسا اللي قالت للمغرب غادي تصيفط مساعدات تما. ومغاربه ودابا فرنسا كما تستعمل اليونان في الحرب ديالها ضد تركيا بغات تستعمل المغرب في لبنان ضد الحرب ديالها ضد تركيا فهمتيني. لا تما راه حتى الناس اللي وصلوا بهذيك المساعدات من الطاقم ديال المغاربه وهذيك الشيء كاين فيهم يعني اعضاء داخل يعني تيخدموا في المخابرات العسكريه وتيجمعوا معلومات ويعطيوها لفرنسا. علاش كاين محسن اصحابي من المغربي تحطوا تما تيفهم اللغه اللبنانيه تيفهم الشعب اللبناني وغادي تخلط معاهم وغادي يوصل يعني المعلومات، لان اصلا تيكونوا مترينين فهمتيني، غايوصل المعلومات اللي باغي وغادي يعطيوها لفرنسا. واش بارجه حربيه ديال فرنسا يلا وصلت البارح للميناء ديال لبنان وكفات الماء مساله عاليه
لا ماشي مسألة هذه، هي دابا كاينه حرب في الشرق المتوسط ما بين يعني تركيا وفرنسا، وخا فرنسا هي في الغرب ما عندها حتى شي علاقه بالبحر الابيض المتوسط، ولكن هي تتحمي المصالح ديالها لان كاين هذيك الشركه ديال توتال في ليبيا. المهم نوضعوا ثاني حرب الغاز في ديك القناه. المهم هذا هو الموضوع ديال الخوت، وكنت بغيت نزيد زعما نزيد اون ديتاي غبرنا عليكم، ولكن غادي نرجعوا قريبا فهمتيني، عندي بعض المسائل اللي تنقادها وغادي نرجع يعني بواحد القوه فهمتيني، نرجع بصحه جديده ونرجع بقوه فهمتي. تحيه سلطانيه ودمتم بخير.